مرحبا بكم مرة أخرى في قناة الدكتور محمود المهندس للإجابة المختصرة المبنية على الدليل العلمي لأهم الأسئلة المتعلقة بالصحة والعافية. وسؤال اليوم يقول: لماذا يجب علي أن أهتم بكتلتي العضلية أو بقوتي العضلية؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نعلم أن الجهاز العضلي لا يوجد فقط لتمكيننا من الحركة، لكن اتضح لنا أن له وظائف فيزيولوجية مهمة جدا جدا كما سوف أناقش معكم في هذه الحلقة. من ضمن هذه الوظائف أن عندما تكون عضلاتنا قوية ذات كتلة عضلية جيدة، هي تحرق السكر الموجود في الدم، وبالتالي تساعد على ثبات نسبة السكر في الدم وعدم الازدياد المضطرد في مستويات السكر في الدم، وهذا يجنبنا زيادة يعني الخطورة التعرض لمرض السكري وما يصاحب هذا المرض الخطير من مشاكل جسمانية متعددة، مشاكل في القلب ومشاكل في الكلية ومشاكل في الدماغ ومشاكل في الأعصاب ومشاكل في العيون كما ناقشنا في حلقة سابقة. الوظيفة الثانية أن العضلات هي مخزن للأحماض الأمينية، والأبحاث تشير إلى أن عندما يكون عند الأناس الذين عندهم أحماض أمينية كثيرة يعيشون حياة أطول ويصابون بأمراض أقل، لأن الأحماض الأمينية هي يعني من تعتبر حائط صد ضد الأمراض المزمنة. السبب الثالث أو الوظيفة الثالثة أن العضلات أو عندما يكون عندنا عضلات قوية، هذه العضلات تحتوي على ميتوكوندريا. الميتوكوندريا أو بيوت الطاقة تزداد عندنا، كلما ازدادت كتلتنا العضلية كلما ازدادت بيوت الطاقة الموجودة داخل الخلية، وهذه بيوت الطاقة تفرز الطاقة التي نحتاجها لأداء أعمالنا اليومية وللنشاط ولكل العمليات الأيضية والفيزيولوجية الأخرى. رقم أربعة، أن اتضح لنا أن العضلات تفرز مضاد للالتهاب طبيعي يسمى الميتوكاينز. هذا المضاد للالتهاب يساعد على تخفيض الالتهاب المزمن في الجسم، وبالتالي يحمينا من الأمراض المزمنة التي تنتج عن هذا الالتهاب، مثل أمراض الزهايمر وفقدان الذاكرة وأمراض عصبية وأمراض في القلب والشرايين وأمراض في كل الأمراض المزمنة تنتج عن هذا الالتهاب الزائد المستمر. الوظيفة الرابعة أن العضلات تساعد على تنظيم الهرمونات في الجسم، وبالتالي عندما يكون عندنا عضلات قوية يكون عندنا هرمونات، الهرمونات الجيدة التي نحتاجها تزداد، مثل هرمون التستوستيرون. هذا هرمون مهم جدا للصحة الجنسية. والهرمون الآخر المهم هو هرمون النمو، هذا هرمون مهم جدا لإصلاح ما يفسد من الأنسجة وأنواع الأنسجة المختلفة في الجسم. وأيضا الكتلة العضلية الجيدة تساعد على خفض نسبة الإنسولين، هرمون الإنسولين في الدم، مما يحمينا من مرض السكري والأمراض والمشاكل الأخرى المصاحبة له كما ذكرنا. وأيضا يساعد هذا على خفض نسبة الكورتيزول، هرمون الكورتيزول في الدم، وعندما تكون نسبة هرمون الكورتيزول في الدم منخفضة هذا يجنبنا التعرض للضغوطات النفسية الشديدة التي قد تؤدي إلى burn out، شعور بالإرهاق والتعب ويعني فقد القدرة والحماس على إكمال أعمالنا ومهامنا اليومية. وقد يدخل الناس في بعض المشاكل النفسية الأخرى مثل الإحباط وأشياء أخرى. والوظيفة الأخرى التي أحب أن أناقشها معكم هي أن الكتلة العضلية السليمة
تقينا ضد السمنة المفرطة، لأن النظرة لمرض السمنة المفرطة هو أنه زيادة في الوزن، يعني يقيس الوزن بالنسبة للطول والجنس. لكن هناك أبحاث الآن تجرى على أن المشكلة في الأساس هي اختلال بين نسبة الخلايا الدهنية والخلايا العضلية في الجسم. عندما تزداد الخلايا الدهنية بشكل كبير جدا وتقل الخلايا العضلية تحدث هذه السمنة المفرطة، لأن معدل الاحتراق يقل. وبالتالي للإصلاح من هذه المشكلة يجب أن ننتبه، من ضمن الوسائل يجب أن ننتبه إلى زيادة الكتلة العضلية وقوة العضلات. هناك مشكلة تسمى ساركوبينيا، يعني فقدان جزء من الكتلة العضلية، يعني معدل فقدان الكتلة العضلية سنويا مع التقدم في السن، يعني قد يصل إلى 3% كل سنة. وطبعا هذا يؤدي إلى مشكلة، لأن قد يكون وزن الإنسان ثابت، هو لم يتغير، لكن مع تقدم السن تختلف نسبة الدهون إلى العضلات. وبالتالي يكون يعني هناك بعض المرضى يأتون لي ويقولون أنا نفس الوزن، أنا لم يتغير الوزن منذ كنت في الثلاثينات، أنا الآن في الخمسينات أو الأربعينات أو الستينات، وبدأ عندي مشاكل في الركبة ومشاكل في وآلام، يعني آلام في المفاصل، وعندي مشاكل في الطاقة، في إفراز الطاقة، وأشعر بالخمول والتعب وما شابه ذلك. أنا أقول لهم المشكلة ليست في الوزن، المشكلة في أنك فقدت كتلة عضلية كبيرة لأنك لم تعوضها، وبالتالي بدأت هذه تسبب لك مشاكل صحية. في المرة القادمة إن شاء الله سوف أناقش معكم ما هي أفضل الوسائل لقياس الكتلة العضلية في الجسم، وأناقش معكم بعض الأسرار الهامة جدا للحفاظ على الكتلة العضلية في أي عمر، خاصة للذين يعني يتقدمون في أعمارهم في الأربعينات والخمسينات وما شابه ذلك. الكتلة العضلية مهمة جدا للصحة والعافية وطول العمر المديد إن شاء الله. متعكم الله بالصحة والعافية والعمر المديد السعيد، وإلى اللقاء في المرة القادمة إن شاء الله.